دعت الراية فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع 13 رأس تمثل أفراس السنتين المتنافسة على مساهمة شركة المراعي للأفراس المباعة بمزاد 2014. قيمة الجائزة 180,000 ريال. ترحب تبدأ الانطلاق، ناتاليا تبحث عن طريق، فيما ترحب في الصدارة درة الغريف تطارد، كذلك حسن الفعل تبحث وأيضا تهلي تبدأ في المطاردة، فيما ترحب في الصدارة والمركز الأول حسن الفعل تهلي، تأتي المركز الثاني ترحب في الصدارة والمركز الأول تهلي وحسن الفعل يتطاردان الآن للحاق بالمتصدرة، ترحب في الصدارة المرشح الأقوى، هنالك بحث أيضا من حايمة، المنعطف الأخير أفراس الإنتاج المباعة في مزاد 2014 تقدم عرضا تنافسيا مثير، فيما الصدارة لترحب في المركز الأول عناية الرزاق تطارد، في فيما ترحب 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 مشاهدين الكرام بكم ترحب، والمباغتة من عناية الرزاق ترحب تواصل ترحيبها أيضا مشاهدين الكرام، ألف ألف مبروك للأمير فيصل بن